لقطة مهمة عايز أقف عندها جدا من لقاء كاب فيردي. هي اللقطة الأكثر شهرة في الوقت الحالي على مستوى الوطن العربي بالمناسبة، يعني من في معسكر منتخب مصر والإجوان والماتش والكلام ده كله، أكثر لقطة انتشرت على كل السوشيال ميديا، وحتى أصدقائنا في الوطن العربي بدأوا يعلقوا عليها، يعني بهزار طبعا. مصطفى ناحية اليمين واقف محجز بسم الله ما شاء الله على 2 طول بعرض، يبص وراه، تقرب يالا تعال. فاعتقد الكل ان هذا الشخص ظلما هو محمد هاني، بس ما كانش محمد هاني. تعالوا بص من الاول على المشهد عشان يبان هو ليه الشخص اللي نادى عليه مصطفى ما ظهرش وليه ما زادش. الهجمه عند منتخب بوتسوانا في الدقيقه 37 من زمن المباراه، وكالعاده راقب بقى 1 2 3 4 5 6 7 لاعبين موجودين في الحاله الهجوميه مع حارس المرمى 8 لاعبين كاب فيردي سوري، يبقى 3 لاعبين موجودين عندك في الحاله الدفاعيه. فمصر كاب فيردي دقيقه 37 مين واقف لوحده ليمنع هجمه مرتده يتقدمها 3 لاعبين؟ يعني لو عدينا يا جماعه 1 2 3 4 5 6 7 في 3 لعيبه من بوتسوانا رايحين بالهجمه، وغالبا في واحد كمان قدام لو انا حاسب صح. يعني نكمل الهجمه، هجمه مرتده قويه لمنتخب كاب فيردي، يتدخل مروان عطيه بعد 1 2 ممتاز، مروان عطيه ينقذ المنتخب المصري من هجمه مرتده كانت واعده عشان تروح الكوره عند مصطفى محمد، ويقرر هنا مروان عطيه بعد ما خد مكان محمد صلاح، دخل صلاح للعمق فسبت مروان عطيه مكانه. نقف هنا، ليه مروان عطيه سبت مكانه؟ لانه لو في احتماليه وهي كبيره بالمناسبه انه في مهاجم في ظهر مصطفى محمد وفي واحد تاني بيبص عليه وبعد شويه هيضغط عليه باتنين، فالموقف هنا ان لو الكره اتقطعت واصبحت هجمه مرتده، هو مين اللي انقذ الاولانيه وكان لوحده؟ مروان عطيه. فلما مروان باع نفسه وراح علشان يساند مصطفى هنا والكره اتسلكت، عندك جناح واقف وراه بيراقب المشهد هيبقى فاضي، وعندك واحد اللي هو واقع على الارض ده اللي جنبه على طول هيبقى فاضي، فالهجمه المرتده تتبني على 2 لعيبه وممكن يحصل المشهد اللي حصل قبلها بثواني قليله. نكمل مع بعض. راح مصطفى على الخط، دخل واحد اللي كان قاعد على الارض قام، التاني اقترب، قرب يالا ما قربش، وبالتالي راحت الهجمه بالنسبه للمنتخب المصري. لكن القرار عند مروان كان قرار ممتاز الحقيقه، لانه بعد كده الكل كان شايف، قبل الحقيقه من اول الماتش الكل كان شايف انه في اول دقيقه في المباراه شكل المنتخب كان واضح، يعني كان واضح قد ايه المساله قايمه على مروان وقدرته على انه في نص الملعب يكون حامي كل هذه المنطقه وكل هذه المساحات كما وصفها الكابتن محسن صالح. الدوامه اللي حصلت في وجود 5 لعيبه في الشق الهجومي ما يعملهاش غير مدرب واثق من الفوز، وتضيف عليها مدرب واثق من لاعب الارتكاز بتاعك اللي هيغطي على كل الكلام ده، اللي لازم يكون عنده ذكاء شديد جدا في نص الملعب في قرار انه امتى هبيع نفسي وامتى هقف. فدي نقطة كانت مهمة جدا في السياق، وفي النهاية حقق المنتخب المصري الفوز على كاب فيردي، وان شاء الله يحقق الفوز على بوتسوانا.